بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. درس اليوم هو ستور سامبل دي بلي سوبرفيسيال، يعني كيفاش نخيطوا الاجراح السوبرفيسيال اللي على برا. كاين دي بلي بروفوند، جروح داخليه في جسم الانسان، مثلا واحد اكسيدون دو سيركيلاسيون ولا كذا، هذاك لازم الجراح هو اللي يشوف، هو اللي يخيط، هو كل شيء. وكاين دي بلي سامبل، دي بلي سامبل كي نيسيسيت دي سيتور، دي بلي سامبل سوبرفيسيال يعني على سطح الجلد البراني، على ليبيديرم، وهذا يتطلب خياطه سامبل. انا حنا اون جينيرال السيتور ترجع ديما للشيروجيان، خدمه الشيروجيان السيتور باش نتفاهموا فيها. لي سيتور سي لو ترافاي دو شيروجيان، ولكن جينيرالمون ساعة يكون اكتظاظ كبير في قسم الاستعجالات، ولا يكون دي كاتاستروف، كوارث كبيرة، مثلا زلزال، يكون انونداسيون، يكون حادث قطار مثلا كبير، ويجيبونا العدد كبير لقسم الاستعجالات. الطبيب ما يقدرش باش يخيط 40 ولا 50 واحد، ولا يبقوا يستنوا في الدالة نتاعهم وهو العدد نتاعهم كبير. دونك في الحالة هذه يدخل الطاقم الشبه طبي ويعطي المساعدة للطبيب، وهذا كله من أجل إنقاذ الأرواح، من أجل بور لا بون شوز، بور لانتيري دو مالاد. انا حنا السيتور جينيرالمون ما نقدروش نعدوه سون لافي دو ميديسان، سيتادير كي يجينا واحد مجروح ما نقدروش نحكموه نخيطوه ديريكتومون، لا، كي يجي واحد مجروح اول حاجه يشوفوا الميديسان، يشوفوا الميديسان، يشوف الجرح هذا اسك عميق، اسك بروفون، مش بروفون. كانوا عميق مثلا يطلب الشيروجيان الاورتوبيدي سيبعثو، كانوا مثلا عنده دي كومبليكاسيون شويه لور الجرح هذا ممكن يخيطو هو، وممكن يولي سطحي برك سوبرفيسيال. في الحالة هذه يقدر الانفيرمي يخيط الجرح هذاك، والجرح اللي نقولو له حنا توجور بلي، بلي سوبرفيسيال، هو جرح سطحي. جينيرالمون حنا الانفيرمي مش راح يخيط جهة العين، مش راح يخيط مثلا بلايص دي زارتيكولاسيون، بالك يمس ان طوندون من هنا يرتاح المريض صبعه واعوج، ولا يمس طوندون من هنا يجي يخيط ولا تيري دو مالاد يعوج له، يمس له طوندون المريض ما عادش يحرك ايده، ولا يمس له نير من هنا ما عادش يحرك لا بوبير تاعو، ولا يمس له انارتيري في اللبلو انارتيري واللي عنده نزيف كبير. دونك لازم الشيرجيان ولا الميتسان هو اللي يتحمل المسؤوليه. نحن وقتها نخدمو كي نشوفو الطبيب ويكتب لنا بريسكريبسيون ميديكال، وصفة طبية يقول لنا تي بو سيتيري مثلا البلاصة هذي تاع المريض. جينيرالمون عندنا البلايص لازم تكون سطحية، وماهيش في بلاصة تاع زيزارتيكولاسيون، ما تكونش في الوجه، ما تكونش في بلاصة حساسة. دون سو كا نحنا باش نعدو افيك كيما قلنا وصفة طبية، أول حاجة رايحين نغسلو لابارتي دو بلي، بلي هذيك الجرح هذاك رايحين نغسلوه. علاش؟ باسكو الجرح هذاك ديجا تحل يعني كاين بينيتراسيون الميكروب، راه دخل الميكروب لجسم الانسان. مادام دخل الميكروب لجسم الانسان، احنا رايحين نغسلو لابلي هذيك بالسيروم الصالي، لان سي الكلورور دو صوديوم. فوالا، عندنا الكلورور دو صوديوم، اون اشتي دي كويس دو بولي لهنا، هما فقط تاع دجاج، باش نعطيو ليكسبيريونس على كيفاش نعطيو دي بوان سيتور سامبل. Parce que les points de suture, on a plusieurs techniques pour les points de suture. Mais aujourd'hui, on a des points de suture simples, pour que nous apprenions, ou pour que nous sachions qu'en cas de catastrophe, en cas de chaos, en cas de ça, nous pouvons nous faire. On ne peut pas nous faire. Donc, la première chose, on a un petit nettoyage. Un petit nettoyage, l'idée est de faire cela. عاد لوفون ستيريل لهنا لو ان اسيد برومي دو صوديوم، هادي هي كابا كومبريس، كابا كومبريس، فوالا رايح سير لاريكو، رايح فوالا سيروم صالي، ورايح مثلا الجرح هنا مثلا هاوي رايح انا نظف الجرح،
ويجي ديزانفكتي لابلي اون كا لابلي تكون كبيرة وكذا ديزانفكتيها أكثر منك بس هنا نقولوا سون بتيت بلي جور خفيف سطحي هاوي نظفتو لازم ننظفو ممكن فيه التراب ممكن فيه ان كوت كوتو خاطر لي بليسيور لي عندنا سوبرفيسيال سوا يجو من لام سوا يجو من موس ان كوتو سوا يجي من فير فير سيتادير ان موشن دو فير كيس يتكسر في دينا حاجة تاع كزاز ويدخلونا لي مورسو مثلا ولا كذا رايحين نطفوهم انا حنا وكانوا حديد اوتوماتيكمون السيد اللي ضربوا الحديد الموس هذاك ولا كذا رايحين نعملوا له الباكسان اونتي تيتانيك باش ما يحموش تيتانوس ونقوموا بالسيتور فوالا لهنا رايحين نشوفوا هنا مثلا لابارتي هذي هذا اللي بالماركور باسكو نفس البون هذا اللي انتري هكا شغل بليسيور انتري تري بيان سي بون اون سوبوزون هذا لو تري نوار هذا اون سوبوزون سي بليسيور لو تري نوار هذه ضربة تاع موس سوبرفيسيال سطحية انا حنا اول حاجة رايحين نبنجو لابارتي هذي بالاكزيلوكاين كما نقولوا نعدو لانستيزي لوكال التخدير المحلي هنا لوكال لانستيزي لوكال صافي نبنجو كان البلاصه هذيا باش المريض ما يحسش بالالم كي نجيو نخيطو له ينقصر الالم ونقدروا نخيطو له عادي لهنا سيرينغ فيها ليدوكاين فيها ليكزيلوكاين سا دي بوا 1% ولا 2% كاين انا نوعين من ليكزيلوكاين كاين 1% 2% ليكزيلوكاين هذه يعدلها كان الدونتيست في كي يجي ناحيه اكستراكسيون دونتير يقدر يعدل ليكزيلوكاين بالسورينغ تاعو دونتير ماهي السورينغ هذه سي بور لانستيزي لوكال هذه لتخفيف الالم دونك جو فو فير لانستيزي فوالا نحكمو لانستيزي ما نعدلوش في ضربة الموس بعد في لا موتي ضربت الموس نعدو دي كوتي سو لو دو بور لانستيزي و نمشيو بالعقل كوم سا نبنجو لابارتي هذي كاملة فوالا اون فا كومونسي سو لو بور هذا دروات فوالا و ننجكتو فوالا ننجكتو نجبدو شوية نجبدو فوالا نزيد نقدم شوية الفوق ننجكتي و نجبد نزيد نقدم الفوق و الفوق la partie هذه aussi درك la partie هذه راها la partie هذه راها anesthésie locale c'est-à-dire المريض en cas نجيو نخيطو له راهو يحس حتى الم دونك لو ماتيريال اللي حنا باش نعملو السيتير هذوما لازم نشريو لازم نبوا دو تيز لازمنا بانس ا ديسيكي هذا بانس ا ديسيكي ولازمنا بانس دو بانس بور ديغوي هذا سي بور ديغوي هذا سبيسيال تاع ليغوي باش نخيطو بها لازمنا سيزو هذا باش نكوبو بيه لو فيل بعد لازمنا بور بانس لازمنا كالكو كومبريس لازمنا لوبيستادين لو داكان سي ان انتيسيبتيك لو سيروم سالي عندنا في السيرينغ البيلاتا ليدوكاين فوالا ليدوكاين اون كونتيتي هذه هي سي لانستيزي لوكال سيرينغ هذه هي تاع لانستيزي لوكال والسيرينغ هذه سي بور نيتواياج انا ريكو باش نطيشو فيه الكومبريس نستعملوهم وكذا درك رايحين نعطيكم الطريقه كيفاش نسيتيرو نعت لنا البياس دو فيل يتفرقوا كاين زيرو كاين 1-0 كاين 2-0 كاين 3-0 كاين 4-0 كاين 5-0 كاين 6-0 5 و 6-0 تري فين جينيرالمون نعدوهم لي زوبيراسيون تاع العينين اما الاخرين نقدروا نعدوهم 3-2 نقدروا نعدوهم لافون برا نقدروا كيما هذا 3 دونك تقدر تحل الفيل تاع Très bien. Voilà.
Voilà. La pièce de fil, on dit la pièce de fil. La pièce de fil, voilà, avec portée. Portée, la pièce de fil. Voilà, d'accord. La portée, la technique qui fait. La technique, la technique, la le bord droit, le bord droit, avec le pince à disséquer, donc le bord, deuxième bord, avec le bord pince à disséquer. Donc, nous avons le rapprochement de deux bords. Donc, on a deux berges. On va retirer. Le fil هنا نخلو ابتمو مرسوم من هنا ولا ندور واحدة زوج نحكمو هذا الفيل هذا في السلوبور ولا نعدو البرومي نو العقدة الأولى وهي لونو سموها لونو درك ندخلو دوزيام نعدو دورة واحدة مش مزوج الأولى زوج دورة واحدة ونعدو فوالا نزيدو واحدة أخرى فوالا نطرنو درك هز السيزو وكوبي لي هنا 5 مليمتر دخل مليح بس تري بيان علاش كوبا وخلي لي طرف خلي لي طرف باش نهار لي يجي لو مالاك باش نحيلو الخيط او موان نلقي منين نحكم الطروف هذوكم باش نحي لابلاسيون دو في باش مثلا نلقاها ما منحي خلاص او موان نخلو 5 ملي مليمتر هذا كوم ستانو اتمنى ان ينال اعجابكم هذا الدرس لا تنسونا بجيم كومنتير والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.